كل من استنصحني أقول له أنا حاعطيك خلاصة عمري، كل قراءاتي وتجاربي ومش عارف إيه أنا حاعطيك إياها بكلمة واحدة. ممتاز والله. إيش هي؟ من عامل الله ربح. هذه خلاصة حياتي وخلاصة عمري والله العظيم. من عامل الله ربح، من عامل الله ربح، نقطة. أنت هنا خلي معاملتك، وزي ما قلت لك عمل لك سوالك أحسن لك أسألك كذا، أنت خلي معاملتك بما يرضي الله. هو تصرف بهواه صح؟ هو تصرف بدوافعه الخاصة، هو حر. أنا هتصرف مش برغباتي، مش بهواي، مش بدوافعي، مش بالانتقاء، هتصرف بما يرضي مولاي. يا سلام، جميل. هذا الدين على فكرة، الدين ما جاء عشان زي ما قلت لك، الدين جاء لكي يخرجنا من داعية الهوى إلى ماذا؟ إلى اتباع أنوار الشرع المطهر الشريف. الدين لا يعرف لا باللحى ولا بحفظ القرآن ولا بكثرة الألقاب والأستاذ الدكتور وألف 20 كتاب، مش هذا الدين، ولا بمجلس زي هذا وأحكي في الدين، مش هذا الدين. الدين يعرف بماذا؟ بالسلوك وبالاختبارات، كيف تسلك كيف تتصرف، ولما تختبر، لما الله يبعث لك إيه امتحان بنشوفك كيف تطلع فيه. الفيلسوف واللاهوتي ثيولوجي يعني يحدثانك عن الله، الله وما الله القرآن قال وابن تيمية ومش عارف إيه والشيخ صدر ملا الشيرازي والإمام فلان والإمام حلان، كل واحد من جهته. هذا الثيولوج وهذا الفيلسوف كمان يحدثك عن الله، فلسفة نفسها تحدثك عن الله. التصوف التروح والعبادة والذكر حديث مع الله، حديث مع الله. كيف علي؟ يقول محمد بن كعب القرظي، هذا من نسل اليهود، هذا من نسل اليهود قريظة، وأسلم وحسن الإسلام، وفي ظهر الأمر كان من أحد برضو المتألهين يعني المتعبدين الكبار. كان يقول من بلغه القرآن، يعني إيش بلغه؟ يعني قرأته تلي عليك سمعته، يعني مش منه شفت المصحف فيك، لا لا، من بلغه القرآن فقد كلمه الله تعالى. شيء بخوف والله العظيم، شيء بخوف. شو الكلمة؟ الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره علق عليها، قال فإذا كان كذلك فعليه، أي على هذا الذي بلغنا القرآن، وإحنا كنا بلغنا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، قد بلغنا. قال فإذا كان كذلك فعلى كل من بلغه القرآن ألا يقرأه كعمل، صنع شغل. فإذا بدك تعلم، يقول أبو حامد الغزالي، يا من بلغه القرآن، إنه هذا مش شغلة، مش صنعة تأكل فيها فلوس، لا، بدك تأخذ القرآن كأنما خوطبت به من رب العزة. إيش بخوف؟ نزل عليك أنت، كانوا علي نزل، أوف، كيف بدك تقرأه؟ كيف بدك تتلقاه؟ بدك تتلقاه كيف؟ يا أخي المسلم، أنا أقول لك ثقة بالمسلم أنا ليس لها حدود، اللي عرف دينه حقا وحاش بدينه، ثقة بالمؤمن ليس لها حدود. أنا هيك أفهم ديني على فكرة، وبحب أفهم وأعيشه والله بطريقة تفهمني أن المؤمن قوة لا تقهر. إيش رأيك؟ تماماً مثل فيلسوفنا وشاعرنا العظيم محمد إقبال، اللي كان يقول إيه؟ كان يقول حارت الأكوان في مين؟ في المؤمن. المؤمن الأكوان كلها بتحير فيه، منذر المؤمن بقوته، باستقامته، بإيجابيته، بقدرته على تجاوز أشياء كثيرة جداً. طب إيش السر؟ الإيمان، الإيمان، التعويل على الله، الله معي، أنا معي ربي سيهدين، الله معي. واحد يقول مين قال لك؟ القرآن قال لي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبقدر أعرف نفسي، وبتقدر تعرف نفسك هل أنت تقي أم فاجر. تعرف نفسك لما إيه؟ لاحت وسنحت لك الفرصة والنهزة أنك ترتكب الفاحشة مع الفتاة الجميلة ألف واحد بتمناها، قلت لها لا اذهبي إني أخاف الله، وانجنت هي ألف واحد بنزل عند رجليها لأنها فتاة مش طبيعية في الجمال، وهي ابتليت بك وإنت الله بلك بيها، بس إنت إيه نجحت. قلت لها ابعدي، لا، قلبي يشتهي وتمنى ولكن إني أخاف الله. تعرف حالك تقي مش فاجر لما عرض عليك مئات الألوف والملايين مرات عشان تخون ضميرك أو قلمك أو لسانك أو موقفك، تخون شعبك أو وطنك أو دينك. قلت لهم لا،
ولو أعطوني ملك الدنيا. بتعرف حالك تقي، اللي بيعمل هيك تقي وراجل ووازن وابن أصل وابن تقوى وإيمان. تعرف حالك صح؟ تعرف حالك لما واحد ايه ما خلاش عليك، تكلم في عرضك بالباطل وفي دينك وفي ذمتك وفي أمانتك، ما خلاش عليك، فاجر لأنه فاسق. وانت لما جاءت الفرصة انك تذبح قلت لهم لا، اتقوا الله، ما عندناش دليل، ولو عندنا دليل مأمورون بالستر، استروا، من ستر ستر. في عدوك، عدوك اللي ما وفرك في عدوه، هيك ديني علمني. هذا هذا المؤمن، هذا المؤمن. لو كنت تلاقي عجوز، امك، امي، جدتك، اباك الكبير، امي، امي، امي غير متعلم، تتعلم منه الدين. ايش رايك؟ لانه هو فاهم، عارف ايه جوهر الدين؟ جوهر الدين انك تكون مع الله تبارك وتعالى. على فكره الايات هذه كلها اتحدى تجيب لي ايه ان الله مثلا مع الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، ما في شيء. ان الله مع الذين يصومون كثيرا ويحجون كثيرا ويقومون الليل، ما في شيء هيك. شوف كل ايات المعيه، ايات ايه مع ايش؟ مع اصحاب اوصاف. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله مش صحيح. معناها اذا صلاتك وصومك وحجك وعمرتك وقيامك الليل و ما خلتكش محسنا او تقيا او كذا، ما فيش منها فايده، ومش حد قربك من الله. شفت كيف انت؟ فالاعمال مش مراده لذاتها، مراده هي بس مش لذاتها، مراده لماذا؟ لكي يتحقق عاملها فاعلها باوصاف مين؟ المتقين والمحسنين. الصلاه والصوم والزكاه والحج والقران وقيام الليل والذكر عشان تخليك من اهل التقوى ومن اهل الاحسان، اعلى مقام التقوى، ومن اهل الشكر. ولا صحيح؟ وحينئذ اذا صرت من هؤلاء فالله معك ولن يترك ولن يخذلك. وخلي الدنيا، انتبه، من جهة الاستخبارات وهذا وهذاك، واحد على تويتر واحد على الفيسبوك، خلي الدنيا كلها تكيدك وتقف ضدك. لا تنصرن علي، ما بقوتك، غلبان انت، غلبان ضعيف، ولك بايش؟ بالجهاز بتشغله، ما عندكش حدا، بس عندك احسن من كل حدا. عندك مين؟ رب العالمين. وانت عارف، انت عارف. على فكره بتعرف احنا زي ما قال ايه الحسن البصري، كذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. بتعرف متى يحسن ظنك بالله؟ ومتى بتعول على الله؟ ومتى ممكن تراهن تدخل النار هيك وتقول لا براهن حدخل النار وحطلع سالما؟ متى؟ لما بتكون علاقتك مع الله ممتازه وانت عارفها ممتازه، وبتكون تبرهنت مره ومرتين وثلاثه وعشره وعشرين. ببساطه نمتن علاقتنا بالله بصدق، مش عشانك ومش عشاني ومش عشانه ومش عشان الناس، ما هي مصيبتنا كمان التظاهر والافتعال والادعاء والرياء. يحب يشوفوا انه شيخ، يعني انه هو تقي، انه محترم، انه الى ملاذ. فكك من الناس، فكك من الناس. عشان احكي كلمه ثانيه، فكك من الناس، كل الناس. اهتم على الاقل بحالك، صح ولا لا؟ استثمر في نفسك، ولما تستثمر في نفسك حتلاقي الله معك وقبالتك باذن الله تعالى، وحيعينك. وهو بده اياك على فكره تكون اقوى واسعد وامتن واقرب الى الصحه النفسيه والعقليه والدينيه والتقوائيه، انجاز التعبير. الله بده هيك اصلا، مش بده اياك تكون صوره عشان الناس. كذب. اعمل شيء اللي بكره لما تموت يكون معك، صح؟ على فكره انت الحين لو دخلت السجن ايش اللي بكون معك؟ شخصيتك، قدرتك، اتزانك العاطفي والنفسي والعقلي، هو اللي بيكون معاك في السجن، في الزنزانة عادي، وبتعيش سعيد ما عندك أي مشكلة. تخش القبر بكرة، شخصيتك، تقواك، معرفتك بالله، تجاربك، الخطة بنجاح تكون معاك. تبعث يوم القيامة للسؤال نفس الشيء، هم اللي كان بيعمل عشان الناس وشوفوني وش كذا، كله بروح حاله بتبخر، صح؟ تحت أي اختبار، حتى اختبار دنيا وبسيط، ينهار ويظهر عاجزا فاشلا مخذولا ضعيفا، لأنه كان إيه؟ إنسان هوائي عايش من أجل أن يقال، من أجل يعمل نفسه معرض للناس. هبل هذا كله، اصحى تفكر بالطريقة هذه، فهمت كيف علي؟ فيا ريت، يا ريت نأخذ هذا الشيء بجد ونجرب، يا ريت نجرب نعيش بالله فعلا ومع الله ولله، ونمتن علاقتنا بالله حقا. والله ما حتخسره، وتقول قبل هيك والله العظيم ما حتخسره. كل من استنصحني أقول له أنا حاعطيك خلاصة عمري، كل قراءاتي
وتجاربي ومش عارف ايه، انا حاطك اياها بكلمه واحده، ايه ممتاز والله. ايش هي؟ من عامل الله ربح. هذه خلاصة حياتي وخلاصة عمري والله العظيم. من عامل الله ربح، من عامل الله ربح، نقطة انتهينا. خلي معاملتك، وزي ما قلت لك، عمل لك، سوالك، أحسن لك، أساء لك، كذا، انت خلي معاملتك بما يرضي الله. هو تصرف بهواه صح؟ هو تصرف بدوافعه الخاصة، هو حر، أنا هتصرف مش برغباتي، مش بهواي، مش بدوافعي، مش بالانتقاء، هتصرف بما يرضي مولاي. يا سلام، جميل. هذا الدين على فكرة، الدين ما جاء شنو عشان زبط لك، الدين جاء لكي يخرجنا من داعية الهوى إلى ماذا؟ إلى اتباع أنوار الشرع المطهر الشريف. الدين لا يعرف لا باللحى ولا بحفظ القرآن ولا بكثرة الألقاب والأستاذ الدكتور وألف 20 كتاب، مش هذا الدين، ولا بمجلس زي هذا وأحكي في الدين، مش هذا الدين. ينعر بماذا؟ بالسلوك وبالاختبارات، كيف تسلك، كيف تتصرف، ولما تختبر، لما الله يبعث لك إيه امتحان بنشوفك كيف تطلع فيه، صح ولا لا؟ أقول قولي هذا، استغفر الله لي.